السلام عليكم. النهارده بقى احنا اتكلمنا على ايه من الاول كده؟ معادله محاسبيه. بعد كده قلنا ازاي التاثير المعادله المحاسبيه، وعرفنا من الطرف المدين والداين. وبعد كده قلنا ايه؟ قلنا ان في حاجه اسمها دفتر يوميه بنحط فيه الطرف المدين والداين، وفي دفتر اليوميه بيظهر لي ايه؟ من الطرف المدين الى الطرف الداين. في دفتر اليوميه بيظهر لي من الطرف المدين الى الطرف الداين. طب شكل دفتر اليوميه ايه يا دكتوره؟ قلنا دفتر اليوميه عباره عن عمود اسمه مدين، والطرف والعمود الثاني اسمه الداين، والبيان والتاريخ او رقم العمليه. يعني لو ما اديتكش التمرين بتواريخ هيبقى العمليه رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة. ليه؟ لان احنا لازم نسجل العمليات وفقا لترتيب احداثها. فقلنا اول حاجه من الطرف المدين ويبقى لازق على طول في الخط الى الطرف الدائم، ونقول كمان ايه؟ شرح الطير. وخلي بالك الطرف المدين بيبقى لازق على طول في الخط. اما انزل على السطر اللي بعديه واقول الى الطرف الدائم، لازم اكون سايب مسافه عشان يبقى في فرق بين الطرف المدين والطرف الدائم. واقول مثلا شرح القيد، يعني مثلا القيد بتاع بدايه النشاط بدا نشاطه ب 100,000 جنيه او دعهم فين؟ في البنك. يبقى الطرف المدين هو مين؟ اللي حطينا فيه الفلوس، اللي اسمه ايه؟ الاصل بتاعي اللي هو البنك. يبقى من حساب البنك ال 100,000 جنيه. مين الطرف الداين؟ اسمه ايه؟ اللي هو الطرف الثاني. بدأ نشاط التجاري برأس مال قدره 100,000 جنيه، أودعهم فين؟ في البنك. يبقى الطرف الأولاني هو البنك اللي هو الأصل اللي حطينا فيه الفلوس، والطرف الثاني اسمه ايه؟ علي صوتك سمعني. رأس المال. يبقى إلى حساب رأس المال. أشرح القطع أقول له ايه؟ إثبات بداية النشاط. ممكن واحد يشرح القيد بطريقه مختلفه، يقول لي ايه؟ يقول لي يا دكتوره طب ما احنا ممكن نقول بدايه النشاط بمبلغ 100,000 جنيه، صح، انت بتشرح لي القيد بس. اللي انا عايزاك تفهمه وتتاكد منه ان الطرف المدين هو اللي بيتكتب على السطر الاولاني فوق ويبقى لازق في الخط، وننزل على السطر اللي بعديه نسيب مسافه، وبعدين نقول الى حساب راس المال. يبقى الطرف المدين الاول من الطرف المدين الى الطرف الدائن، ولازم اكون سايب المسافه دي، والسطر الثالث كل واحد على سطر، عشان انا ساعات بلاقي بيطلعوا لي ناس كده عظماء ويروح حاطط الثلاثه على نفس السطر. طب ليه؟ ليه يا ابني؟ ما تبقاش محاسبه، بتبقى حاجه ثانيه. يبقى انا عندي من الطرف المدين على السطر الاولاني، انزل على السطر الثاني اسيب مسافه الى الطرف الدائن، واقول ايه؟ السطر الثالث هيبقى ايه؟ شرح القيد. وروحوا لازم واخد الخط ده ليه؟ عشان افصل العمليه بتاعتي، ان في عمليه تانيه هتجيب. افرض انا مش مديك تاريخ اللي هو رقم العمليه، يبقى دي العمليه رقم واحد، العمليه رقم اتنين، وهكذا. خلاص؟ ده اللي احنا سميناه دفتر اليوميه، وعرفنا يعني ايه دفتر اليوميه. النهارده بقى هنتكلم على دفتر تاني اسمه دفتر الاستاذ، واحنا كنا اتكلمنا عليه بسرعه كده وانا بشرح، وقلنا هو سجل ترحل اليه او تنقل اليه جميع العمليات التي تم تسجيلها في دفتر اليوميه، حيث يتم تجميع العمليات المتجانسه من نوع واحد في حساب واحد. الكلام ده كلام كده كلمات كبيره شويه. لا، معناها ايه؟ بيقول لي والله احنا بنعمل سجل اسمه ايه؟ دفتر الاستاذ. وده هقول لك دلوقتي بن ايه؟ باخد العمليات اللي انا اثبتها في دفتر اليوميه ارحلها لدفتر الاستاذ، حتى بنسميه الترحيل، الترحيل لدفتر الاستاذ. بثبت في دفتر اليوميه وباخد منه ارحل لدفتر الاستاذ. باخد ازاي؟ قال لك بنجمع الحسابات اللي من نوع واحد بنجمعها في حساب واحد. يعني ايه؟ تعالوا نشوف. يبقى عرفنا يعني ايه ترحيل. بص بقى هديك شويه تعريفات بسرعه.
الترحيل هو نقل القيود من دفتر اليوميه الى دفتر الاستاذ العام. رصيد الحساب يعني ايه؟ هو الفرق بين مجموع قيم العمليات في الجانب المدين ومجموع قيم العمليات في الجانب الداين من الحساب. الرصيد هو الجانب المتمم للجانب الاقل، سواء كان الجانب المدين او الجانب الداين. وتملي بيظهر فين؟ في الجانب الاقل من الحساب، ويطلق عليه رصيد مرحل، يعني الجانب الصغير بكمله برصيد مرحل، ثم ينقل الى الجانب الاخر من الحساب في بداية الفترة المالية التالية. يعني انا مثلا بعمل في 31/12 اروح قايلة في 1/1 بيظهر لي ايه؟ رصيد الحساب بتاعي. يعني ايه كلمة رصيد مدين يا اولاد؟ بيكون رصيد الحساب مدين امتى؟ بيكون رصيد الحساب بتاعي مدين اذا كان مجموع الجانب المدين اكبر من مجموع الجانب الداين. زي ما قلنا كده هنا وشفتوا، ادي البنك اهو كان رصيده 300,000، بنحط طبعا الرقم الكبير وفي الجانب المدين، وفي الناحيه الثانيه كان كام؟ 20,000. احط 20,000؟ ما ينفعش. نحط في الجنبين ال 300,000 واقول له الجانب الصغير فين؟ اللي هو الجانب الداين، ازوده بال 280,000، وده اسمه رصيد مرحل. انا بكمل بيه الحساب، واروح نقله من هنا كده واخده واقول له 280,000 رصيد ايه؟ منقول. نقلته بقى المرحل الاولاني، واللي نقلته في الناحيه الثانيه اسمه رصيد منقول. بيبقى امتى تاريخه؟ بعد التاريخ ده، في الفتره ايه؟ التانيه اللي بنقول عليه. الرصيد الجانب المدين لو اكبر من مجموع الجانب الداين يبقى الرصيد مدين، لو الرصيد داين بيكون رصيد الحساب الداين اذا كان مجموع الجانب الداين اكبر من مجموع الجانب ايه؟ المدين. يبقى عرفنا يعني ايه ترحيل، ان انا برحل من دفتر اليوميه لدفتر الاستاذ. رصيد الحساب الفرق بين ايه؟ الجانبين. امتى بيبقى الرصيد مدين؟ لما بيبقى الجانب المدين اكبر من اهو الجانب المدين اكبر من الجانب الداين. طب العكس امتى بيبقى الرصيد داين؟ لو الجانب الدائن اكبر من الجانب ايه؟ المدين. في بعض الاحيان بيطلع الحساب بدون رصيد. قال لي بيكون الحساب بدون رصيد اذا كان مجموع الجانب المدين يساوي مجموع الجانب الدائن، يعني الطرفين. يعني انا كان عندي في البنك 300,000، جبت سياره وجبت الات وجبت عقارات وجبت مباني وجبت بضاعه وجبت اساس وجبت شويه حاجات وصرفت كل ال 300,000، يبقى رصيد هنا الحساب هيفضل ايه؟ بدون رصيد، هيبقى صفر. يبقى مجموع الجانب المدين بيساوي مجموع الجانب الداين، يسمى في هذه الحاله بنسميه الحساب ايه؟ المقفل. هو قفل نفسه خلاص، مش محتاجين فيه رصيد ولا غير. اما الحسابات التي لها رصيد فتسمى بالحسابات ايه؟ المفتوح. يبقى لو الطرفين اتساووا من غير رصيد يبقى اسمه حساب ايه؟ مقفل. طب لو حساب لسه زي ما لقينا كده في رصيد منقول ورصيد مرحل يبقى ده اسمه حساب ايه؟ مفتوح. دي تبع سياسه المنشاه، كل منشاه بتظبط الحسابات بتاعتها في الوقت اللي هي عايزاه. ممكن حضرتك تقولي ده بتاع حساب المقفل؟ حاضر. الحساب اللي هو بدون رصيد زي حساب البنك كده، انت شفتني هنا جبت سياره ب 20,000 بقى 280، في نفس التاريخ قبل ما اقفله جبت سيارات وجبت الات وجبت عقارات وجبت اساس وجبت بضاعه، قعدت اصرف 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 واجيب اصول، في النهايه بقت معيش ولا مليم في البنك، ال 300,000 الصرف. يبقى ده اسمه حساب ايه؟ الجانب المدين كان فيه 300,000 اتصرفوا كلهم في شويه اصول وممتلكات، بقاش فيه ولا مليم، الطرف المدين 300 والطرف الداين هو كمان 300، يبقى ده اسمه حساب ايه؟ مقفل. خلاص قفل نفسه، ما بقاش في كلمة رصيد. لكن لو زي ما عملنا هنا لقينا في ان رصيد 280,000، ده اسمه حساب ايه؟ مفتوح، لان لسه في فلوس تانية ممكن ايه؟ اصرف. يعني احنا ممكن تزوده منين؟ احنا ما بنزودش وما بنقللش.
احنا العمليات اللي تمت في دفتر اليوميه هنا بنقلها هنا زي ما هي، وفي نهايه السنه بقفل الدنيا عشان اشوف انا الوقت في البنك مثلا معايا كام، انا راس المال بتاعي وصل لكام. ما انا مش هفتح بس للبنك، ده انا هفتح للبنك وهفتح للسيارات وهفتح لراس المال وهفتح للاجهزه، كل اي حساب ظهر عندي هفتح له حساب واشوف حسابه بقى رصيده كام. يعني ما ينفعش يبقى حساب البنك بالذات ولا الخزنه يبقى مقفول، لان دي حسابات لازم تبقى مفتوحه، ده عمليات جاريه، يعني احنا بننشئ الشركه عشان تفضل مستمر. الحسابات ذات الطبيعه المدينه زي الاصول والمصروفات اللي هو جانب الاصول في المعده الميزانيه، الاصول والمصروفات والمسحوبات لازم ارصدتها تبقى مدين، يبقى زي حساب البنك كده الرصيد بتاعه لازم يبقى ايه مدين لانه من ضمن الاصول. الحسابات ذات الطبيعه الدائنه زي الخصوم وحقوق الملكيه والايرادات لازم تكون ايه ارصدتها دائنه. طب تعالوا نشوف كده مثال، بس هو مثال عبيط شويه. يبلغ مجموع الجانب المدين لحساب الصندوق 65,000، ومجموع الجانب الدائن لنفس الحساب اللي هي حساب الخزنه او الصندوق 25,000، عليه بيبلغ رصيد الصندوق كام؟ عايزين نعرف. نفتح حرف تي ونعمل ايه؟ وانا مديالك كذا خيار مثلا على اساس ان اختيارات الامتحان هيجي لك اختيارات، يا ترى هيبقى الرصيد مدين ب 65 ولا 25 دائن ولا 40 مدين؟ خلي بالك اول ما تيجي في دماغك حاجه زي دي ابص، هو ده اسمه حساب الصندوق يعني الخزنه، ودي ضمن الاصول بتاعتي يعني ممتلكات، وكل الاصول مدينه ولا دينه؟ يبقى لازم الرصيد بتاعه يبقى ايه؟ مدين كده وانا مغلط، يبقى اي كلمه دائن لازم استبعدها وابص للحاجات اللي هي مدين. اجيبها ازاي؟ اقول ادي الجانب المدين كان فيها كام؟ 65,000. الطرف المدين هو قايل لي 65,000 والجانب الدائن 25، اطرحهم من بعض الفرق كام؟ 40,000. وطبعا بيبقى انه حساب بنكي يبقى لازم بيبقى ايه؟ مدين يا ولاد. تمام؟ اعيدها تاني. هو سوري ده حساب الخزنه مش البنك. الخزنه او الصندوق من ضمن الاصول بتاعتي، كل الاصول بتاعتي مدينه ولا دينه؟ يبقى لازم الرصيد بتاعه يطلع زيه بالظبط مدين. فانا في اول حاجه هعملها هقول له والله انا هستبعد كلمه دائن من هنا، يبقى ب دي مش موجوده معايا. اوصل ازاي ان هي الف ولا ب؟ اقول له ادي الجانب المدين ودي الجانب الدائن، الفرق ما بينهم كام؟ قال لي 40,000، يبقى لازم يطلعوا 40,000 في الطرف ايه؟ المدين. يبقى كده هنختار انهي؟ الف ولا ب ولا جيم؟ هتبقى الاختيار ايه؟ ده على سبيل المثال. حد له اي استفسار؟ احنا كده خلصنا تقريبا موضوع الترحيل. طبعا انت مش هتطرحها لحساب واحد، انت المفروض تطرحها لحساب السيارات، حساب البنك، حساب راس المال، حساب الالات، كل اللي موجود في دفتر اليوميه هرحل واطلع الرصيد بتاعه، عشان منه من الرصيد ده اللي هعمل بيه ميزان المراجعه اللي احنا خدناه المحاضره اللي فاتت.